ولعلمك بقى انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. بدون قطع حديثك، من كتر حبي في التمثيل لما فتحت عياده جالي واحد حوالي الساعه 8 وكان المسرح ميعاده الساعه 10، فالحظ الاسود المهبب عايز يعمل عمليه الجينجيفيكتومي اللي هي قطع اللثه واننا نرميها ونحط دوله. فوانا بعمل عمليه، العمليه دي لما بتكون اللثه ملتهبه بتجيب نزيف كتير قوي، فحصل نزيف غير طبيعي والنور بتاع العياده اتطفر والممرضه اغمى عليها، لان ما اعرفش انها اول مره تقف في حاجه زي كده. فتخيل بقى، وفضل لي على المسرح مثلا كان تلت ساعه، تخيل ايه شعور. لغايه دلوقتي ما اعرفش انا عملت ايه، انما الواقع ان انا اعتقد ان انا سبته وربنا بقى تولاه يعني، او نقلوه على الاسعاف ما اعرفش. انما اللي حصل ان انا فعلا خلاص اتلبشت، يعني نور بيطفي، ممرضه ما اعرفش بيغمى عليها، عيان بينزف. استاذ فؤاد، ممكن يكون في مريض بيعمل جراحه دقيقه شويه فتوفى. ايوه. وممكن مريض المرض بيشتد بيه قوي فبيتوفى. هل ممكن واحد رايح يعالج اسنانه يتوفى؟ لا، دي حصلت معايا بقى. لا، دي حصلت معايا واحنا بنتمرن في بكالوريوس طب اسنان، ففي قسم للطقم يعني. احنا بنتمرن ففي الميري، في المستشفى الميري اللي هي تابعة لكلية الطب يعني، بيجيبوا يعني الناس الفقراء اللي مش قادرين يتعالجوا يعملوا طقم بره، رغم ان ايامها كان الطقم ب 4 جنيه يعني. ده الكلام ده من 30 سنة. فأول عيانة تقع في ايدي عشان اخد لها مقاس، المقاس ده فيه حديدة كده بنحطها في البق، بنحط عليها المادة ونضغط عشان ناخد الرسمة بتاعت البق. فحظي الحلو قوي ان انا بنعمل وفي الامتحان وانا بحط البتاع دي، انا بقول لك الناس دي بتيجي بعد مدة كبيرة جدا عقبال ما يجي عليهم الدور، في منهم بيكون مات وفي منهم مش عارف ايه. فالمهم يعني بعد 10 سنين يبعتوا له يقولوا له ان انت قدمت عشان تعمل طقم، فيسلموا لي الطلبه بقى. فانا احد الطلبه اللي استلمت واحده كبيره جدا في السن، فانا بحط التري اسمها التري بحطها، وهي شافتني الظهر وانا بسخن الميه واحط العجينه فيها بتاع، فبحط ايدي في البق كده والعجينه جوه ودي حديد، ولقيت البق ده اتقفل، فانا افتكرتها يعني بتقفله اتقفل، اسلك ايدي ابدا، اسلك ايدي ابدا، اتاريها ماتت. هي ماتت من الخضه. ايوه. كان دي ممكن بقى تخليني اسيب طب السنان كله. أيوة. يعني انا سخنت وعملت، والست كبيره جدا في السن وقاعده، فبحط التري دي لقيت البق ده قفل. بصوت بقى، ما ده حديد زاني على ايدي. بشيل التري لقيت اولا شالوها بحاجه اسمها ماوس جاج، فتحوا البق. أيوة. الاساتذه وقعدوا يطمنوني ويقولوا لي ما تخافش بتاع، والوالد قال لي ان هو بيشتغل في موضوع الصدر يعني، ففي ناس كتيره تيجي تعمل اشعه تموت عاديه جدا.